السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشتركين القناة والمسلمين المحترمين، الناس الجدعان، الناس اللي بتشجعني كومنت كويس أو بتتكلم بتثق فيا وبتكلمني مثلا عن مشكلة معانا، وإن شاء الله بإذن الله يعني ربنا بيمن علينا وبنساعده فيها إن شاء الله. بشكر وأحب أشكر برضه أستاذ أحمد الديب، اللي يعني أنا مكسبي الوحيد من يعني المكسب الوحيد اللي أنا أخدته من القناة يعني وعرض عليها، إن اتعرفت على ناس محترمة جدا، ما تخلوش حاجة عن أستاذ أحمد الديب لأن هو راجل محترم وعرفنا ناس محترمة كتير، ناس يعني لو شكرت منها من هنا لبكرة الصبح مش هقدر أقفلها. تمام، بالنسبة لإخواتنا اللي هم سألونا عن الحامل كينج والكلام ده، إن شاء الله في كام قص كده حلوين، حاجات مضمونة تمام وأسعار مناسبة جدا. يعني أنا بحاول برضو إيه أخفض الأسعار بقدر الإمكان علشان معايا ظروف الناس الأيام دي. تمام، تابعوا معانا إن شاء الله، أسعار كل حاجة في يدي وعلى الأرض وبإذن الله، واللي يعجبه حاجة بكلمه على رقم التليفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ أول حاجة يا جماعة بشكر أخويا وحبيبي مصطفى ربنا يبارك له، وبشكر كل راجل جدع اتعامل معانا على القناة سواء في بيع أو شراء. نبدأ يا جماعة، قبل ما نقدم العروض اللي مصطفى أخونا مصطفى عاملها، واجب علينا نقدم العرض ده. سبع أسس يا جماعة، لاحق تمين سبيور، سلالة محترمة، حاجة جميلة جدا، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، درجة جميلة وسلامة فيها. وكوز يا جماعة عاملين 200 جنيه نهائي، ده سعر السوق وأقل من السوق لأن السلالة جميلة يا جماعة. نبدأ في عرض أخونا مصطفى الله ربنا يبارك له. الراجل ده يا جماعة أنا أضمنه في أي حاجة، يعني اللي هيشتري منه أكنه بيشتري مني، ولو حصلت أي مشكلة بالنسبة للراجل ده أنا المسؤول، يعني اللي عنده عندي، لأن راجل مضمون وراجل محترم، احنا اتعاملنا معاه يعني يعتبر بقالنا سنين من أول ما عملنا القناة وهو موجود معانا إن شاء الله، وأخ فاضل وأنا على معرفة شخصية بيه، راجل محترم يعني يستاهل كل خير، وحاجته مضمونة وما سمعناش عنه أي مشكلة ولا أي حاجة، يعني اللي عنده عندي واللي عندي عنده. طبعا هو بيقلب الحمام، بس طبعا هو ما اتكلمش، انا علق الفيديو، سيب لي تعليق على الفيديو. هو بينزل عروض النهارده بسم الله ما شاء الله للحمام الكينجي والميني كينج، يعني عنده كينج وميني كينج، مستوى متوسط وفوق المتوسط، حاجات كويسه يعني يا جماعه. والحمام بتاعه شغال بالضمان، يعني الحمام لو في اي مشكله يرجع له وتاخد فلوسك او تاخد اي حاجه ترضيك، تاخد حمام مكانه اي حاجه يرضيك، فده الضمان بتاعه. الضمان بتاعه لو الحمام ما اشتغلش ياخد بالك بتاخد فلوسك، لو حمام جالك تعبان الحمام بتاخد فلوسك او بتاخد اي حمام غيره يرضيك تكون انت موافق بيه. هو منزل حمام كينج وميني كينج وذكر روماني مستوى جميل. قبل ما نقلع الحمام بتاعه ده الدكر الروماني يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، حجمه وجنزيره وعين بيضة، شايفين العين الماس، بسم الله ما شاء الله. بس طبعا هو صور بالليل، طبعا التصوير بتاعه ما هوش واضح شويه، يعني الفيديو ده ظلم الحمام اللي عنده جدا. وانا قلت له طب صور بالليل ليه؟ طبعا الراجل عنده ظروف ما هوش فاضل للفتره دي، وطبعا التصوير في الليل ظلم الحمام جدا. لو انت مش مشترك في القناه يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك عرضنا اول باول، ما تبخلش علينا باللايك. ولو عندك حمام عايز تعرضه للبيع تواصل معانا على الواتساب، رقم التليفون مثبت على مقدمه القناه وعلى النهايه برضه. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. دي مجموعه يا جماعه حمام، في اللي شغال وفي اللي أول شغله عند المشتري، وكله بالضمان سواء الشغال أو أول شغله عند المشتري كله بالضمان يا جماعة. الذكر الأصفر ده الذكر روماني مستوى قوي بسم الله ما شاء الله، الذكر ده عامل 300 جنيه فقط يا جماعة، يعني هو بقول له قيمه قلت له اعمله 400 جنيه وطالع، قال لي أنا هبيعه ب 300 جنيه. نيجي للحمام ده يا جماعة، يعني الحمام ده في مستوى متوسط ومستوى فوق المتوسط. طبعا احنا عارفين اللي زي ما احنا قلنا قبل كده الحمام الجنجيات بيبدأ من 500 جنيه لغاية
10 15000 جنيه الجزء حسب المستوى، لان في حمام برضه هو الحمام ده كله استيراد، بس طبعا احنا لو نحافظ على السلاح بتاعته فبيطلع السلاح بتاعته بندخل فيه انواع تانية، يعني ممكن ناس بتدخل فروماني، ناس بتدخل فرومي، فبتطلع السلاله بتاعته سلاله مش محترم، مش قويه يعني. حمام مصطفى بيبدا من 800 جنيه للجوز، واحنا قلنا الحمام مضمون، وده الضمان غالي يا جماعه، يعني انت ممكن تشتري جوز مستوى قوي وما اشتغلش معاك. اغلبيه الحمام يا جماعه اللي بيجي من بره عندنا اللي بيجي استيراد بيبقى حمام منتهى الصلاحية. يعني ايه منتهى الصلاحية؟ يعني حمام كبير، حمام عجوز، وكل ما كان على الحمام عجوز بيتبني المستوى بتاعه اقوى، بيتبني التكشيرة، بيتبني التكورة بتاعته اقوى، اخدين بالكم؟ والحمام ده بيجي عندنا اغلبيته ما بيشتغلش، الناس بتشتريه بمبالغ، بيدفع في الجوز مبلغ جامد والحمام ما بيشتغلش. بيبدأ الحمام ده من 800 جنيه للجوز وانت طالع، يعني على حسب المستوى. يعني احنا شايفين الفرد الازرق ده مستوى قوي، والتايجر والفرد الاحمر مستوى قوي برضو بسم الله ما شاء الله، والفرد الازرق اللي وراه يعني فوق مستويات قويه، يعني مستويات كويسه يعني فوق المتوسط. هو عندي مستويات برضو اعلى من كده يا جماعه، بس طبعا الحاجات دي ليه اللي بيقدرها، يعني هو بيقول لي ان عندي مستويات قويه اقوى من كده، بس هو من الحاجات دي اللي يقدرها، ما هوش عايز اعرضها الفيديوهات. ولو حد عايز حاجه يا جماعه ممكن يشوف يتواصل معاه ويتفق معاه على الاسعار، ولو انت عايز مستوى اقوى من كده شويه موجود عنده يعني ربنا يبارك له. وزي ما قلت يا جماعه في الفيديو اللي عند الراجل ده عندي، يعني لو حصلت اي مشكله ولا حاجه انا سداد للراجل ده او انا ضامن للراجل ده. ده كان الفيديو بتاعنا يا جماعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.